واحنا برضو بندردش او بالادق واحنا في الفصل كنت بتدندني لعبد الحليم حافظ دندنه اهواك صح؟ اي ما نعرفش برشا اغنيات متاع عبد الحليم وكل يعني كل الجيل هذاك، لكن اهواك نحبها برشا من قبل. اشمعنى اهواك اللي بتحبيها؟ ها ليه أهواك بالتحديد بتغنيها بتحبيها؟ اللحن متاعها نحسه يعني يمسني في الأعماق، نحس ما نعرفش علاش الأغنية هذيك بالذات نحسها تحكي معايا. أنت اللي بيحركك دايما هو مشاعرك أحاسيسك، يعني اللي بتحس بيه هو اللي بتعمليه وبس في الأكثر. في الأكثر. طب تعالي نسمع أهواك بطريقتك. أوكي. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت. أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك ولا دموعي فكراك رجع تاني في لقاك والدنيا تجيني معاك ورضاك وساعتها يهون في هواك.